قال حزب الاتحاد من أجل التناوب الديمقراطي إيناد إن التعديلات الدستورية المرتقبة بإجراء استفتاء شعبي حولها منتصف شهر يوليو المقبل من شأنها أن تفتح الباب أمام مراجعة الدستور في أي وقت. وأضاف الحزب في بيان صادر عنه أن التعديلات تفتقد لإجماع، معتبرا إياها نتاج حوار وصفه بالعبثي حيث غابت عنه من سماها القوى السياسية الوازنة. ومعنا في الاستديو سيدي ولي الكوري الأمين العام لحزب إناد، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. يعطيك العافية. انتقدتم التعديلات الدستورية المرتقبة واعتبرتمها غير قانونية، لكن النظام يرى بقانونيتها ودستوريتها وحدد موعدا لإجراء استفتاء شعبي عليها. أليست صناديق الاقتراع هي الفيصل بينكم؟ شكرا. في البداية هذا البيان جاء على خلفية التحرك الأخير الذي بدأته موالاة السلطة التي بدأت من خلاله شرح مضامين هذه التعديلات الدستورية على أساس أنها ستكون بداية فعلية لتأسيس دولة القانون، وستكون كذلك بداية فعلية لبسط الحريات. وبدأت هذه المهرجانات بالفعل داخل البلاد في مدن داخلية يعاني أغلب سكانها من العطش ومن الانفلات الأمني ومن البطالة ومن ارتفاع الأسعار. هذا السكان يعرفون قبل غيرهم أن هذا النظام هو نظام ديكتاتوري لا يمتلك ثقافة ديمقراطية، ولا يمكن أن ولا يقيم وزنا للدستور ولا للقانون. نحن من خلال هذا البيان قلنا بأن هذا التعديل الدستوري المرتقب أنه باطل، على أساس أن أولا هو مؤسس على حوار عبثي غابت عنه كل الأقطار كل القوى السياسية الوازنة في البلد، وقد وصفه النظام الحاكم بأنه حوار وطني، وقد غابت عنه كل هذه القوى السياسية وهذا الطيف الكبير الذي يمثل المعارضة الديمقراطية. قالوا كذلك أنه توافق ونحن لا نعرف مع من توافقوا. الحوار معروف، لذلك فنحن نعتبر أن هذا الحوار الذي على أساسه ستؤسس هذه التعديلات الدستورية يعبر عن رأي النظام الدكتاتوري، ولا يعبر عن رأي غالبية الشعب الموريتاني وقواها الحية. هذا الدستور كذلك الذي هذه التعديلات المقدمة إلى الاستفتاء، نحن قلنا أن هنالك خلط، أنها في مضمونها جمعت بين مواد لديها طبيعة دستورية ومواد مجالها القانون الخاص، وقلنا أن هذا نوع من العبث التشريعي الذي سيؤدي إلى نوع من عدم الاستقرار في الوثيقة الأهم في البلاد، وسيعرضها إلى المراجعة في كل وقت من طرف هذه السلطة. لكن هذا لا يتنافى مع أن صناديق الاقتراع قد تكون هي الفيصل بينكم في النهاية. على كل حال، في ظل أنظمة الدكتاتورية لا يمكن أن تكون صناديق الاقتراع هي الفيصل. لا يمكن لنظام مثل نظام محمد عبد العزيز أن يقدم على انتخابات إلا إذا كانت محسومة النتائج. نحن ندرك أن هذا النظام ماطل كثيرا في توفير الضمانات الأساسية لحرية وشفافية الانتخابات، لذلك فهو يلجأ إلى هذه الانتخابات لتمرير هذا المخطط، وهنا تتم مصادرة الشعب في كل استحقاق انتخابي. الانتخابات الرئاسية الماضية 2014 التي قطعت الطيف السياسي الوطني، هذه الانتخابات استخدم فيها النظام القوات المسلحة، استخدم فيها مؤسسات الدولة، مؤسسات القضاء، رجال القبائل. هذه الانتخابات لا يمكن أن تعكس حقيقة رأي الشعب الموريتاني الرافض للتعديلات الدستورية التي طيب. سيعدل الأغلبية الداعمة للنظام أعلنت عن بعثاتها على كامل التراب الوطني للتحسيس من أجل المشاركة في تصويت على الاستفتاء للتعديل الدستوري. هل ستقومون بالمقابل في المعارضة المناوئة لهذه التعديلات بحملة مضادة؟ نحن من خلال هذا التصريح قلنا بأن هذه التعديلات الدستورية لديها أهداف يهدف من خلالها النظام. أولا، يهدف إلى إلهاء المعارضة عن الأزمة الاقتصادية الخطيرة، عن الواقع الاجتماعي الخطير. نحن اليوم أمام آلاف العمال الذين تم تشريدهم من وظائفهم، نحن أمام أزمة في الأجور التي يتم اقتطاعها في كل مرحلة، نحن أمام أزمة عطش خطيرة، نحن أمام أزمة اجتماعية بدأت تخرج عن السيطرة. لذلك النظام يسعى من خلال هذه التعديلات الدستورية إلى إلهاء الشعب الموريتاني عن معاناته الحقيقية وإلهاء المعارضة. لذلك ومما يهدف إليه النظام من خلال هذه التعديلات الدستورية هو لفت انتباه وأنظار المعارضة عن المخطط الذي يجري الإعداد له داخل دهاليز السلطة، وهو عبارة عن مسألة الاستخلاف التي يفكر النظام فيها من خلال بعد ذهاب رأسه إلى استخلاف شخص
وإغلاق مجال التناوب السلمي على السلطة داخل محيطه الضيق، كما يهدف من خلال هذه التعديلات الدستورية، وهذا شهد في إحدى موادها، أنه يهدف إلى إلغاء محكمة العدل السامية، وذلك لكي لا يكون هذا النظام الحالي ومن حكم معه في الفترات السابقة أمام المساءلة القانونية عن نهب الثروة وعن كل الملفات الكارثية طيب. التي تسبب فيها لهذا البلد. هل المعارضة يعني على أي حال في البيان الصادر عن الحزب حزبكم قلتم من النظام يسعى من خلال التعديلات، وأنت وضحتها قبل قليل إلى التغطية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. طيب بنفس المنطق، ما الذي تسعون أنتم إليه أو للتغطية عليه إذا قمتم بحملة مناوئة أو بما تقومون به الآن يعني من بيانات وإطلالات إعلامية؟ هذه أيضا حملة على كل حال التغطية عليها. على كل حال المعارضة الموريتانية بدأت مبكرا في مواجهة هذه التعديلات الدستورية الخطيرة التي الخطيرة على استقرار البلد وأمنه وصيرورته، بدأت مبكرا في التعبئة من خلال المهرجانات التي شهدنا في السابق والمسيرات الكبيرة لتوعيه الشعب الموريتاني حول مخاطر التعديل الدستور والمساس بالمقدسات، خاصة العلم والنشيد، وكانت هنالك مسيرات كبيرة شاركت فيها كتل سياسية وازنة كالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وتكتل قوى الديمقراطية وحزب إناد بطبيعة الحال شارك في هذه التعديلات. ما لدى المعارضة اليوم؟ المعارضة على ما أعتقد ستتجه إلى كل بيت موريتاني لكي توضح طبيعة هذه التعديلات الدستورية وطبيعة ما يرمي النظام من خلاله إليها عبر الندوات، عبر المؤتمرات، عبر الاعتصامات، عبر القافلات التي ستسير إلى داخل البلاد. ستتم مجابهة ومواجهة هذا التعديل الدستوري الخطير كما أسلفت على استقرار البلاد وأمنها. طيب هو المعارضة المناوعة على أي حال لهذه التعديلات بدأت على مستوى المنتدى يعني في النقاش والتحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة 2019، ما مدى قدرة المعارضة الموريتانية على تقديم مرشح واحد؟ على كل حال نحن على مستوى الحزب لم يتم البت فيه في هذه المرحلة. نحن نرى أن هنالك أزمة سياسية عميقة وخطيرة وتعصف بوحدة البلاد، وهنالك أولويات. حديث عن 2019 لم يتم التطرق إليه داخل الحزب في الفترة الأخيرة. طيب البعض يستبعد إمكانية فرز المعارضة مرشحا واحدا، ويقول أن تجربتها في عدم الحفاظ على تماسكها يعني تؤكد عدم قدرتها على التوحيد بشأن مرشح واحد. على كل حال الأولوية اليوم الأولوية اليوم بالنسبة للمعارضة هي بقاء هذا البلد قبل تحديد من سيحكمه ومن سيترشح. نحن اليوم أمام أزمة خطيرة تكاد تعصف بكيان هذا البلد وبوحدته وبأمنه. عندما نعبر هذه المحطات الخطيرة يمكن التفكير ويمكن للمعارضة أن تتفق على ما تتفق. الأمين العام لحزب إناد، كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا.